أما وزارة الداخلية الحقيقة كان ليهم دور عظيم في تقديم دعم للسيطرة على الحادث، وده شفناه بشكل واضح في تواجد كثيف من رجال الداخلية ورجال الحماية المدنية اللي تم السيطرة على الحريق من خلالهم، وقاموا بإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات. وأسفر الحريق عن إصابة ضابطين وثلاث أفراد من قوات الحماية المدنية. وأفادت أجهزة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، واللي كان بيضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي. أدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.